كلمة حقول اللي في بالي واللي يطلع يعني. شو الحمد كلك إن شاء الله على تخرج، هتخرج السنتين اللي هتخرج السنتين الثلاثة الجايين. وأظن أنه أكبر تحدي وأكبر معضلة عند كل واحد فينا كلنا مش النجاح في الحياة بالمفهوم التخرج والشهادة والعمل والراتب. أكبر مشكلة هتواجهكم هي صراع النفس، وأن الواحد يقدر ينجح داخليا ليس خارجي. والنجاح الخارجي اكتشفت أنا الآن واكتشفت متأخر أسهل مرة كثير من النجاح الداخلي. والنجاح الخارجي مش معناه نجاح داخلي، وهذا اللي لاحظته أنا في خواطر بعد 11 سنة، أنه في نجاح كبير خارجي ولكن الصراعات الداخلية ما زالت موجودة. ونحمد الله سبحانه وتعالى على الستر، لأنه اللي أمامكم يظهر حسنه في خواطر فقط، ولو الواحد حيطلع عيوبه أمام الناس هتصير فضيحة. فأنا لا أقف أمامكم لأني قدوة، وأكره على كلمة قدوة، ولا أقف أمامكم لأني ولا أحسنكم ولا لأني اكتشفت الذرة. وعندي صراعات إلى اليوم هي نفسها الصراعات اللي موجودة عندكم. كل واحد مننا عنده ما أسميه كلاكيع. كلاكيع، الكلكوعة في اللهجة الحجازية هي ما تكلكع في نفسك وتعقد ولم تستطع حله، وبالتالي هي عبارة عن صراع جوا، وانت تحس انه انت مش شخص واحد، انت عدة اشخاص جوا قاعدين يتصارعوا ويتناقشوا ويتحاوروا، وكل مرة جهة تغلب الاخرى. وفي كتاب جميل لقسيس اسمه أوغسطين ألف كتاب في القرون الوسطى اسمه Confessions أو اعترافات، وقال في الكتاب ما يعبر به عن أي إنسان، قال إنه أنا لا أفهم نفسي، عقلي يقول لي لا تصرخ، وبعدين ألاقي نفسي مع شلة أولاد يروحوا ينهبوا المحل فأصرخ معهم، فيقول من أنا؟ هل أنا اليد اللي سرقت، ولا أنا العقل اللي قال السرقة حرام؟ وإيش خلى يدي تغلب عقلي؟ وهذا أظن صراع موجود في كل واحد فينا اليوم. اللي عنده مشكلة بنات هو عارف أن البنات غلط ولكن بضعف، اللي عنده مشكلة شرب، اللي عنده مشكلة تدخين، اللي عنده مشكلة تسوق، مو قصدي أطول هنا، ممكن كمان تسوق هنا، ما شاء الله الشباب مقصرين يعني، بطل الموضوع محصور يعني. اللي عنده مشكلة غيبة، لسانه ما يقدر يمسك لسانه، اللي عنده مشكلة كذب، اللي عنده مشكلة حب الظهور وحب كم عدد الفولوورز عندي في تويتر وفيسبوك وهل عملوني لايك ولا لا، اللي عنده حب ثناء الناس يتغذى من ثناء الناس، إذا الناس مدحوا اليوم يتعب، إذا في جلسة ما ضحكوا على نكته يتعب، إذا ما قدروه ويكفوله يتعب. كل واحد مننا عنده كالكوع، وفي مننا اللي ما في تعامل مع جسمه، القصير اللي مو متقبل قصره، الشوية وزنها زايد اللي ما هي متقبل الموضوع، الأسمر اللي يبغى يكون أبيض، والأبيض اللي يبغى يكون أسمر، واللي شعره ملفلف يبغى يكون شعره ستريت. ما في أحد إلا عنده كلاكيع. فالتحدي مش أنه حتتخرجوا وحتصيروا مهندسين وحتصيروا دكاترة، التحدي أن الواحد يقدر بقدر المستطاع يصل إلى مرحلة من السلام الداخلي اللي يخليه في الداخل لا يوجد صراعات.